أهلا بكم من جديد مستمعينا في محطة عن قرب من برنامج بانوراما. ما الذي خرج به بيان المؤتمر السنوي لأومرن الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، وما أبرز التفاصيل التي ناقش هذا المؤتمر، وأهمية أن تكون هناك فعلا شبكات بحثية في مختلف البلدان العربية؟ تفاصيل كثيرة نناقشها مع الأستاذ سالم بن سيف العمري، ممثل الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. معنا باتصال هاتفي أستاذ سالم. مساء الخير. مساء الخير أستاذ كريم، وسعد الله مساءكم وعسى أيامكم كلها سعادة. حياك الله أستاذ سالم، سعداء جدا بالحديث معك. يعني هذا المؤتمر مؤكد أنه ناقش كل ما يتعلق بأهمية هذه الشبكات البحثية والشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم كنموذج أيضا يحتذى به، وما قدم أيضا من تجارب وخبرات على المستوى الدولي. كمدخل للحديث عن هذا الموضوع، نتحدث معك بداية عن أهمية التوجه نحو ترسيخ فكرة وجود شبكات بحثية في مختلف البلدان وتمكينها أيضا لإثراء كافة الجوانب البحثية. طيب، سؤال جدا دقيق وممتاز أستاذ الكريم. في الحقيقة أهمية التوجه نحو ترسيخ فكرة وجود الشبكات البحثية، هي الشبكات البحثية والعلمية هي مثل ما تقول جهات أو وحدات، وفي بعض الأحيان أو في بعض الدول شركات، وتعنى بتهيئة البنية الأساسية للبحث العلمي والتعليم في الدول. وعلى سبيل المثال، هذه الشبكات تحل إشكاليات شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت في المؤسسات التعليم العالي، وأيضا تلعب دورا محوريا في تخفيض تكلفة الخدمات. ووجود في الحقيقة وجود مثل هذه الشبكات البحثية أصبحت ضرورة للدول وقطاع البحث العلمي والتعليم، حيث أن الخدمات التي تقدمها هذه الشبكات هي خدمات مثل ما تقول متكاملة يحتاجها القطاع البحثي والتعليمي في مختلف دول العالم. نعم، جميل جدا. وبلا شك يعني هذا المؤتمر على مستوى السنوات الماضية وهذا المؤتمر وهذه السنة يعني عزز هذه الجوانب. تحديدا هذه السنة، ما الذي تطرق إليه المؤتمر السنوي للشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم والمحاور العامة التي تطرق إليها؟ طيب، أبرز ما تطرق إليه المؤتمر في الحقيقة نقاط كثيرة، وكان في الفعالية نقاط كثيرة ومواضيع متعددة التي تم الإشارة إليها، والوقت أظن محدود للحديث عن كل هذه التفاصيل. ولكن أبرز ما نتج من الفعالية هو إطلاق بيان مسقط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحصل هذا بطلب من اتحاد الشبكات العربية آسرن، وأيضا متفق عليه من معظم خبراء الشبكات الدولية، وكان بدعم من سعادة الدكتور سيف الهدافي. ويستهدف هذا البيان أو هذا خلينا نقول النداء يستهدف متخذي القرار وصناع السياسات وقادة البحث العلمي والتعليم للدول التي لا تملك شبكات بحثية حاليا، أو في خلينا نقول في مراحلها الإنشائية الأولى. نعم. ويسعى النداء هذا إلى حث وتحفيز هذه الدول بدعم شبكاتها وتطويرها ووضع سياسات مرنة لتفعيل التعاون بين الشبكات الدولية وفي المنطقة. نعم، إذن هذا هو البيان الختامي لهذا المؤتمر الذي صدر، وهذه الجوانب التي تطرق إليها، هل هناك أيضا جوانب تفصيلية تطرق إليها البيان أستاذ سالم؟ نعم، هناك الكثير من الجوانب. يعني كان في المؤتمر مثل ما تقول شاهد عدد كبير من التفاعل. نعم. كان عندنا تقريبا 500 شخص من المختصين ومن الخبراء الدوليين ومن أكثر من 20 دولة، حيث تحدث في المؤتمر بالنفس
26 متحدث، وكان المؤتمر مدعوم من شركات عالمية عديدة مثل داتا تكنولوجيز، براكتز لابس، انترنت سوسايتي، جوجل، مايكروسوفت والعديد من الشركات الأخرى. وكان المؤتمر عبارة عن تجمع سنوي للشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم ومجتمع البحث العلمي العالمي. نعم. لمشاركة قصص النجاح، إيجاد حلول، استكشاف فرص العمل والتعاون الدولي، وأيضا مناقشة التحديات والاحتياجات الحالية والمستقبلية لتحسين الخدمات وتحقيق أهداف الاتصال والتعاون والابتكار. نعم بكل تأكيد، هذه الجوانب أيضا ربما إن لم تكن كلها فأغلبها أيضا يتحقق بمبدأ الشراكة مع مختلف الجهات. حدثنا يعني عن الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، كيف ترسخ أيضا هذا الدور في خلق شراكات مع مختلف الجهات الحكومية الخاصة لتعزيز كل هذه الأدوار البحثية؟ في الحقيقة الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم دائما ما تسعى إلى التعاون مع أو الشراكة والتعاون مع المؤسسات المختلفة سواء محلية أو دولية. وتلعب الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم دورا مهما ومحوريا، حيث تعمل على إشراك القطاعين الخاص والحكومي في خلق شراكات استراتيجية تخدم وتفيد كل الأطراف، وأيضا توحد الجهود، وبالتالي ينعكس ذلك على جودة وتكامل الخدمات المقدمة. وفي أمثلة عديدة وكثيرة، على سبيل المثال من مستوى الاتصالات، الشراكة الاستراتيجية بين الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم أومرن وبين الشركة العمانية للاتصالات، والتي استمرت على 5 سنوات الماضية، نعم، أدت الشراكة هذه إلى ربط مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بشبكة اتصالات موحدة وعالية السرعة والكفاءة. وأيضا تم ربط هذه الشبكة بالشبكات الدولية. نعم. وإذا تكلمنا وتطرقنا إلى مستوى الخدمات البحثية والتطبيقات والحلول، فقد عملت الشبكة وتعاونت في الحقيقة مع خبراء دوليين من الشبكات المماثلة لتوفير خدمات وتطبيقات وحلول تستخدمها دول متقدمة في هذا المجال يعني. وأمثلة نفس الشيء عليها كثيرة، منها خدمة الإيديو روم، وهو والمعروف عنها التجوال التعليمي، وحاليا مفعلة في عمان في أكثر من 32 مؤسسة. نعم. ويعني نسعى في فريق الشبكة، نسعى إلى تفعيل هذه الخدمة حتى في الأماكن العامة. حاليا شغالين مع المؤسسات المختصة. وأيضا لا ننسى مثلا خدمات مثل النظام إمرسال، وهو نظام يتيح نقل الملفات البحثية الكبيرة الحجم، وأيضا خدمة الفيدريشن أو الدخول الموحد. فكثير من الخدمات التي تقدمها الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم للمجتمع العماني تم التعاون مع الشبكات الدولية. جميل، تم التعاون مع الشبكات الدولية، وهذه الجزئية التي أود أيضا الحديث عنها معك أستاذ سالم. يعني هذه الجهود التي تحدثت عنها لم تكن فقط يعني تلقي بظلالها ونتائجها وتجاربها على المستوى المحلي، إنما أيضا ذهبت إلى نطاقات جغرافية أبعد من خلال الشراكات مع شبكات بحثية أخرى خارج السلطنة. ما الأدوات والممكنات أيضا لساعدة الشبكة على الوصول لهذا المستوى، مستوى يمكنها من تقديم تجارب وخبراتها لبقية الشبكات الأخرى؟ جميل جميل. والله الأدوات لازم نذكر الدعم والمساعدة من القطاعين العام والخاص، وأيضا تفاعل وتجاوب أعضاء الشبكة الحاليين، وهم أكثر من 90% من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة. وأيضا التعاون الدولي من الأدوات. ومن المنصف أن نذكر الدور الكبير الذي لعبه المغفور له الدكتور عبد المنعم بن علي الخروصي،
وهو القدوة ومدير الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم السابق، وهو الذي أسس الشبكة ولعب دورا مهما في ترسيخ التعاون بين المؤسسات وبين الأطراف المعنية داخل وخارج السلطنة، وخاصة في المرحلة الأولى من المشروع والتي انتهت في يوم المؤتمر معي. نعم. فحاليا المشروع داخل في مرحلة ثانية، والفريق نفس الشيء لا ننسى الفريق المتميز وراء الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، حيث يعتبر فريق عمر متمكن ومطلع ودائما يسعى لنقل التجارب والاستفادة من تجارب الغير. نعم. في نقل هذه التجارب أستاذ سالم نتحدث عنها كنماذج أيضا واقعية أو كأمثلة مرت بها الشبكة وتعاونت أيضا مع شبكات أخرى. نعم. النماذج كثيرة أستاذي الكريم. خلينا نذكر مثال أن الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، أو خلينا نقول فريق الشبكة التقني، نعم، تحت إشراف المنظمة العربية لتحالف الدول العربية آثراً، لنقل تجربة السلطنة في توفير خدمة الجوال التعليمي والدخول الموحد للتطبيقات. فعمل الفريق جنبا إلى جنب مع دول شقيقة مثل فلسطين، تونس، الجزائر، الأردن، وأيضا تم تفعيل أو تم نقل قصص النجاح هذه والإنجازات التي حققها الفريق من خلال الفترة القصيرة من عمر المشروع مع معظم الدول العربية والخليجية وأيضا الأوروبية والآسيوية. نعم، بلا شك يعني كل هذه الأدوات وكل ما تقوم به من جهود هو أيضا يمضي وفق رؤية معينة نحو مستقبل أيضا البحث العلمي الذي لا يتجزأ أيضا عن منظومة رؤية عمان 2040. فنتحدث عن يعني الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم بوصفها منجز مهم يحقق رؤية السلطنة في حقول البحث العلمي. أستاذ سالم. أكيد في الحقيقة المفترض أن المؤسسات كلها توائم رؤيتها مع رؤية عمان 2040، وعن الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم يتوافق حدث أومرن للتكنولوجيا مع رؤية 2040، والتي تنص أن التعليم والتعلم والبحث العلمي والمواهب الوطنية تمثل الأوليات الوطنية العليا لسلطنة عمان، وأيضا في الأواني الأخيرة تسلط الضوء على الابتكار والبحث العلمي من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040. نعم. وتوصي بتحسين جودة البحث العلمي والتعليم، وهذا دورنا احنا، ما بالضرورة تحسين المحتوى التعليمي ولكن الأدوات البحثية والعلمية. نعم. نعم. وكل هذه المرتكزات تتحقق إن شاء الله وتترجم على أرض الواقع مثل ما هي يعني موجودة حاليا، على اعتبار أنه مثل ما ذكرت هي ضمن الأولويات الوطنية في إطار هذه الرؤية وتتحقق بشكل كبير على المستوى القريب والبعيد. رجاءنا لكم بالتوفيق وكل الشكر لك أستاذ سالم على حضورك والتفصيل حول هذا البيان للمؤتمر السنوي لأومرن. شكرا لك. أشكركم أستاذ الكريم وأسعد الله مساءكم. شكرا لك ويومك سعيد بإذن الله. إذن الأستاذ سالم بن سيف العامري ممثل الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حدثنا عن بيان المؤتمر السنوي للشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم. نواصل معكم مستمعينا هذا المشوار المسائي من